ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من الدرس. الآن منذ تعلمنا لقواعد الإعراب، تعلمنا أن هناك ترتيب للجملة. ما هو الترتيب الذي تعلمناه في المراحل الأولى؟ أن الجملة تبدأ بالفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول به. وقد يتقدم المفعول به على الفاعل، وقد يتقدم الفعل أيضا. إذن من خلال الأمثلة، بما أن درسنا اختص اليوم بالمفعول به، لابد من التعريج على هذه القاعدة. شممت تربك لا زلفى ولا ملقى، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقى. الفعل هنا شممت، بدأ بشمم الفعل، التاء الفاعل المتحركة في محرك فاعل. وتربك، من تعرف تربك؟ تربك مفعول به، جاء بعد الفعل والفاعل. إذن تربك مفعول به. إذن الأصل في ترتيب الجملة مثل ما جاء عندنا في المثال الأول، الفعل، الفاعل، والمفعول به، هذا الترتيب الأصلي بالجملة. سنتعرف في المثال الثاني. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ما تغير هنا في ترتيب الجملة؟ عندما قلت سيذكرني، ذكرت الفعل وذكرت المفعول. أين الفاعل؟ تقدم المفعول في الفاعل قومي. إذن أحسنت، تقدم المفعول به على الفاعل، لأن المفعول به هو الياء في كلمة سيذكرني، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وكلمة قومي هي الفاعل. إذن هنا تقدم المفعول به على الفاعل. في المثال الثالث، قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طبعا الأصل في ترتيب الجملة كذبتم فريقا وقتلتم فريقا، ولكن هنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل، أليس كذلك؟ كذبتم، كذب فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، ولكن المفعول به جاء في بداية الجملة. إذن الأصل في ترتيب الجملة الفعلية هو الفعل، ثم الفاعل، ثم المفعول به. قد يتقدم المفعول به على الفاعل كما في المثال الثاني، وقد يقدم على الفعل أيضا كما في المثال الثالث. إذن لدينا الآن نموذج معرب للتوضيح بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا لابد من الإشارة هنا أن لفظ إياك إعرابه ثابت، هو لأنها تأتي في بداية الجملة. نقول ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نعبد. الأصل هي نعبدك أو نعبد إياك ونستعين إياك. هنا عندما بدأت الجملة بإياك نقول ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نعبد. نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وإياك، طبعا إياك الثانية في الآية هي نفس الإعراب لأن إعرابها ثابت. الواو حرف عطف، إياك ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للفعل نستعين. والفعل نستعين هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. إذن مثل ما أكدنا أن كلمة إياك إعرابها ثابت، دائما تكون في محل نصب مفعول به مقدم. طبعا الدرس سهل وبسيط ولكنه مهم جدا، ومن الضروري أن نفهمه فهم وليس حفظ.
هل الدرس مفهوم؟ إذا وجد أي سؤال أو أي معلومة غير واضحة من أجل توضيح المعلومة. لا انتي مفهوم، يعطيك العافية يا رب. أي سؤال أي استفسار يخص الدرس؟ طيب من تعيد لي ألقاء الاستنتاجات بشكل سريع، القواعد التي مرت معنا خلال الدرس؟ أنسي أنا. تفضلي. المفعول به تعرفه اسم منصوب يدل على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. على نصب المفعول به الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، ألف إذا كان من الأسماء الخمسة، الفتحة إذا كان اسم مفرد أو جمع تكسير، الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. وعلى يأتي المفعول به اسم موصول، اسم مفرد، ضمير متصل، ضمير منفصل، جملة فعلية، جملة اسمية، مصدر مؤول. ويأتي المفعول به مبنيا أو معربا، مبنيا إذا كان اسم موصول، اسم استفهام، اسم إشارة. والأصل في ترتيب الجملة الفعلية هو الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. قد يتقدم المفعول به على الفعل وقد يتقدم على الفاعل. أنت معنا يا نجلاء؟ أنسي إيه معي؟ أعيدي لنا القاعدة، الاستنتاجات التي مرت معنا خلال الدرس. حاضر أنسي. القاعدة العامة، المفعول به اسم منصوب يدل على من أو ما وقع عليه فعل الفاعل. علامة نصب المفعول به الفتحة إذا كان اسما مفردا أو جمع تكسير، الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم، الكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. يأتي المفعول به اسم ظاهر أو ضمير متصل أو منفصل، أو ضمير منفصل أو جملة فعلية أو اسمية أو مصدر مؤول. الأصل في ترتيب الجملة الفعلية هو الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. قد يتقدم المفعول به على الفاعل وقد يتقدم على الفعل أيضا. يأتي المفعول به اسم معرب أو يأتي مبنيا في محل نصب إذا كان ضمير أو اسم موصول أو اسم إشارة أو اسم استفهام. ممتاز، بارك الله بك وبزميلاتك وزملائك الذين شاركوا معنا.